بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. في هذه الآية الكريمة من كتاب الله تبارك وتعالى التي قال فيها بعض السلف: جمعت مكارم الأخلاق التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم لتتميمها، في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فلما علمنا من قوله صلى الله عليه وسلم أن تتميم مكارم الأخلاق ومعاليها هي من أعظم مقاصد بعثته صلى الله عليه وسلم، حتى أنه حصر مقاصد البعثة فيها، وهذا من باب بيان أهمية هذا الجانب من جوانب شريعته صلى الله عليه وسلم، وهذا الجانب من مقاصد بعثته صلى الله عليه وسلم. فقال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وكأنه لم يبعث إلا من أجل ذلك الغرض. ويمكن حمله على حقيقته إذا ما أدخلنا في الأخلاق عموم خلق العبد مع نفسه ومع ربه ومع الكون من حوله، فيدخل في هذا جميع الشريعة كما هو واضح. وإنما الإشارة هاهنا إلى أن من أعظم مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يتمم هذه الأخلاق الصالحة. وفي استعمال لفظ أتمم إشارة إلى أن البشرية عرفت أخلاقا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، منها ما هو صالح ومنها ما هو غير صالح، منها ما حافظت البشرية عليه ومنها ما تركته. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة الشاملة الجامعة لتنظم عقد الأخلاق في عقد واحد، ولتربطها بالعقيدة والشريعة، ولتجعلها خلقا حقيقيا، أي تجعلها جبلة ثابتة، هيئة راسخة في النفس لا تتغير ولا تتبدل. فهذا هو معنى الخلق كما ينبغي أن يكون. فكان هذا من أهم مقاصد بعثته صلى الله عليه وسلم. ولما كان القرآن هو المصدر الأول من مصادر هذا الدين، ولما كان تتميم صالح الأخلاق هو من أهم مقاصد ذلك الدين، فكان ولا بد وأن يعنى القرآن بذكر الأخلاق الصالحة والحض عليها، وذكر الأخلاق الرذيلة والتحذير والتنفير منها. ومن ثم فإنك تجد في القرآن من أوله إلى آخره ذكر هذه الأخلاق وبيانها وكيفية التخلق بها. ومن أجمع ما ذكر في القرآن
مع وجازة اللفظ في ذكر هذه الأخلاق التي ينبغي أن يتخلق بها العبد هي تلك الآية التي نحن بصددها: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، لأنها بيّنت ما ينبغي أن يكون حال المؤمن، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللأمة من بعده بالتبع كيف يكون حاله مع الناس جميعا، وكيف لا يضغى معنى على معنى، وكيف لا ينقلب حسن الخلق إلى مداهنة وإلى ممالاة وإلى ترك لحدود الله تبارك وتعالى، وكيف لا ينقلب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بحقوق الله عز وجل إلى نوع من الشجار والخصومة الشخصية والانتصار للنفس. فقيدت هذه المعاني كلها بعضها ببعض، بحيث أعطتك في النهاية قاعدة وميزانا تزن به جميع أعمالك. فبداية الأمر أنك ينبغي أن تأخذ من الناس العفو، أي أن تقبل منهم طاقتهم، لا تطالبهم فوق ما يطيقون، وهذا في أحوالك مع الناس جميعا تكن سمحا معهم، لا تأخذ منهم فوق ما يطيقون، وإن كان هذا الذي يطيقون هو دون الحق الذي لك فاعف عنهم، خذ ما جادت به أنفسهم، خذ ما استطاعوا أن يفعلوه من خير، واجتهد في أن تكون سمحا في أن تترك ما قصروا فيه، وألا تلتفت إليه وألا تتمسك به. فإذا كنت كذلك وسعت الناس بحسن، وسعت الناس جميعا بحسن معاملتك وسعة صدرك وحسن خلقك، فالذي ينبغي أن يكون عنوانا للعبد في حياته أنه يأخذ من الناس العفو، وهذا يعني أنه يسامحهم في التقصير، فإن العفو هو ما يطيقون، ومن ثم فإذا أخذه وقبله فإنه سوف يسامح ويترك ويغض الطرف عما عجزوا منه في حق نفسه. وفي حق نفسه هذا تشمل جميع ما يكون للعبد من مال أو عرض أو حظ نفس أو غير ذلك، ما لم يكن في ذلك انتهاك لحرمة من حرمات الله تبارك وتعالى، كما قيدت الآية بعضها البعض كما سنبين. إذن فالذي ينبغي أن يكون هو عنوان العبد مع الناس جميعا هو أن يكون سمحا، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. هذا عنوان رئيسي لحسن الخلق، حتى إنك لتكاد إذا أردت أن تجعله هو العنوان الجامع لمحاسن الأخلاق، فبوسعك أن تفعل هذا، أن يكون العبد سمحا، لا سيما في المواطن التي يقل فيها التسامح، لا سيما في المواطن التي يكون للنفس فيها حظ. ولذا خص النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك مواطن الدرهم والدينار والبيع والشراء واقتضاء الديون عند تحصيلها، وهي المواطن التي يكثر فيها الغلظة والجفاء، ويكثر فيها التشاح، ويضيق ويطالب كل أحد بحقه، ويرى أن لنفسه حقوقا ينبغي أن يطالب بها وأن يعظمها ونحو ذلك. فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من كان هذا حاله، وقد كان حال النبي صلى الله عليه وسلم هي أكمل الأحوال في هذا وفي غيره، كما تقول عائشة رضي الله عنها: ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله. وهذا ما سنريد أن نبينه، كيف أيضا يكون الغضب إذا انتهكت حرمة من حرمات الله، وكيف يستطيع العبد أن يميز كما جاء في هذه الآية التي معنا أيضا من نزغات الشيطان التي تحاول أن تجعل العبد يغضب لنفسه، والشيطان يصور له أن هذا إنما هو غضب لله تبارك وتعالى. فإن الغضب إذا كان لله عز وجل فإن العبد غاية ما يفعله هو أن يبين حدود الله تبارك وتعالى وأن يعمل بها متى كان مطيقا لهذا، وليس أن ينتصر لنفسه. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لنفسه قط، حتى في أمور تخاطب الأمة بها في أن تكون الأمة تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
لا تقبل من يعتدي عليه صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان هو يعفو عمن ظلمه. وفي هذا مواقف كثيرة مشهورة ممن جاء وقال اعدل يا محمد، وممن جاء من الأعراب فأغلظ له القول، وممن حتى كان هذا في بعض المواقف سببا لإسلام أقوام ما كان يظن بهم الإسلام. وممن قلائل من أسلم من اليهود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أحد كبار علمائهم، وكان شديدا في التعصب لهذا الدين، وأراد أن يثبت وكأنه يجري التجربة وهو يريد أن يثبت العكس، فذكر لمن معه أن من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صفة النبي الخاتم الموجود عندهم في التوراة أنه يعفو عمن ظلم، فأراد أن يبالغ في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينتصر لنفسه فيثبت أنه ليس هو الرسول المذكور عندهم في التوراة. فجاء فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم قرضا في جائحة ألمت بالمسلمين، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب له موعدا، فجاء قبل الموعد وعلى رؤوس الناس وفي مسجده صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه صلى الله عليه وسلم، فيأخذ بردائه ويغلظ له القول في أنه لم يقضيه حقه، وقال هذا دأبكم يا بني عبد المطلب. فقام عمر رضي الله عنه كعادته، وهذا واجبه، أن يؤدب هؤلاء الذين ينتهكون حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له مهلا يا ابن الخطاب، فإن أمري وأمر هذا أحوج إلى غير هذا منك، أن تأمرني بحسن القضاء وأن تأمره بحسن الاقتضاء، اذهب فوفه دينه. فأسلم الرجل. هذه هي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نذكرها كثيرا، ولكننا أحوج ما نكون إلى أن نطبقها حتى يتسنى لنا أن نستطيع أن ننشر دين الله تبارك وتعالى، وأن نواجه المكائد والتي تدبر لدين الله سبحانه وتعالى. أمر الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم والأمة من بعده أن يأخذ العفو، وهذا أن يأخذ من الناس ما قدموه وإن كان دون الحق، وأن يسامح فيما عدا ذلك، هذا إن كان في حق نفسه مهما بلغ ذلك الحق. فأما إن كان في حق الله عز وجل فكان فيما يفعله الناس تسامح وترك لأمر قد أمر الله به، فحينئذ ينبغي أن تأمر بالعرف، وهذا لا يعارض ذاك، فإنك تعفو عن حقك بينما في حق الله عز وجل تأمر وتنهى من باب النصيحة للناس جميعا. وهذه هي الخاصية التي فضلت بها هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تؤمنون بالله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهكذا ينبغي أن يكون، تعفو عن الناس فيما يخصك، بينما هذا لا يعني قط السكوت عن معروف يترك أو السكوت عن منكر يفعل، وإنما ينبغي للأمة أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. فإذا كان العبد لا يريد أن يدخل
في مع الناس في أمور تتشاح فيها النفوس، وفي ذات الوقت يريد أن يقوم بشاعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن هذا يساوي أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر أمرا عاما، وأن يجتنب قدر الإمكان أن يوجه الحديث إلى أحد بعينه إلا إن وجده متلبسا بالمنكر واضطر حينئذ أن يوجه له الحديث، حتى حينما كان يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن فلانا أو فلان قد فعل منكرا، إذا فعله وانتهى، أنت لست أمامه الآن وهو يفعل المنكر ولديك القدرة أن تحجزه عنه فتأمره هو وتنهاه هو، ولكن فعل المنكر وبلغ ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، مع أن القضية إنما أثيرت من أجل فلان الذي فعل ذلك الأمر، ولكن في استعمال تلك الصيغة ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا فيه مراعاة لذلك الفاعل للمنكر قدر الطاقة، من أنه لم يوجه إليه شيء يعتبره ذما شخصيا، وإذا كان الله تبارك وتعالى يوجه رسوله صلى الله عليه وسلم: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، فإذا فمن باب أولى أن الشيطان يعشعش في قلوب الغير، لا سيما إن كانوا من فاعلي المنكر، فلما تعين الشيطان عليهم؟ إذن فليكن ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، كانت هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنك لا تكاد تجد في سيرته صلى الله عليه وسلم توجيها شخصيا إلا لمن هم من أقرب الناس إليه، ممن لا يخشى عليهم، فيذكر هذا بالاسم، يذكر عليا وفاطمة رضي الله عنهما أن يقوم من الليل ويقول: نعم الرجل ابن عمر لولا أن يقوم من الليل، في هذه التوجيهات الخاصة جدا وفي طلب معالي الأمور وازدياء والازدياد في الخير، بينما كان غالبا ما يذكر أهل المنكرات بالصفة، لأن هذه الصفة لا تلزم أحدا. إذا ذممت الذين يشربون الخمر وكان منهم فلان ابن فلان ثم تاب من ساعته لم يلحقه الذم، لأن الذم منسوب لمن فعل، وليس أنك ذممت فلانا وفلان، بل حينما كان يأتي متلبس بمنكر بعينه كان النبي صلى الله عليه وسلم يوفر له الحماية من أن يوجه له أكثر من التهمة الشرعية في قالبها الشرعي، وإذا نظرت ستجد أن التهمة الشرعية في قالبها الشرعي تستعمل أضيق الألفاظ في التعبير عن الأمر، حينما يأتيه من يقول: إذن لي في الزنا، فيترفق به صلى الله عليه وسلم ويجادله ويحاوره: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ حينما يأتيه من يقول: زنيت يا رسول الله، يلقنه صلى الله عليه وسلم أن يتراجع في اعترافه، لأن الحد إنما يقام من أجل التأديب، وإذا كان هذا قد أتى تائبا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الواقعة، في واقعة ماعز والغامدية وغيرها، قد سن لنا أن التائب يلقن أن يتراجع، يشار إليه ألا يغلق الباب على نفسه، لا حاجة للدولة الإسلامية في أن تقيم الحد على تائب، قد يكون لذلك التائب حاجة في أن يضمن أنه قد عوقب في الدنيا، فيكون هذا بالنسبة له أرجى في أن يكون قد حصل على العقوبة في الدنيا، فيكون يرجو ألا يعاقب في الآخرة، لكن الدولة والحاكم
لا حاجة له طالما أنه قد أتى تائبا، فيعطيه الخيار قبل أن يأخذ منه الاعتراف الصريح: إن شئت أن تنصرف، إن شئت أن تقبل ما ألقنه لك من حجة لعلك لم تفعل الجريمة الكاملة التي تستحق الحد. وكما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن الغامدية فكأنه لم يسمعها في أول مرة اعترفت فيها. لماذا؟ لأن المقصود من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إعطاء العاصي فرصة للتوبة، فإذا أتي بالعاصي متلبسا وبشهادة الشهود فلا مجال هاهنا إلا لإقامة الحد فيما فيه حد. ولكن يقول صلى الله عليه وسلم كقاعدة عامة: إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يثرب، لا يسب، لا يشتم، هي زانية، لكن ليس عقوبة الزانية أن تشتم ولو بكلمة الزانية، وإنما العقوبة أن يقام عليها الحد. أن كنت تمتلك ذلك إقامة ذلك الحد وذلك التأديب، وإلا فالشتم ليس تأديبا. وعندما يأتي ذلك الرجل الذي كان كثيرا ما يؤتى به في الخمر فيجلد حد الله عز وجل، فعندما لعنه رجل من كثرة ما يؤتى به في الخمر قال: ذاك الملعون ما أكثر ما يؤتى به، يعني يجلد ثم يعود إلى الذنب، يقام عليه الحد ثم يعود إلى الذنب. قال: لا تلعنه لعله يحب الله ورسوله. إذن هل يمكن لعاص يفعل كبيرة ويكررها في زمن تقام فيه الحدود الراضعة ومع هذا يبقى في قلبي حب لله عز وجل؟ نعم. لا ينبغي للعبد أن يقنط الناس من رحمة الله تبارك وتعالى. هل معنى هذا، هل سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذم الزنا وذم الخمر والتحذير منهما؟ لا، ذم المعصية وذم فاعليها بصفة عامة، وأقام الحد على من جاء متلبسا بها، ولكن وفر الحماية لذلك المعين من أن تنتهك آدميته أو تتحول الخصومة بينه وبين من يدعونه إلى الخير إلى أنها خصومة شخصية. والذين يدعونه إلى الخير من المفترض أنهم ينطلقون من دعوته إلى الخير من منطلق الحب لجميع الناس وإرادة الخير بهم. فإذا خذ العفو، هذه واحد، وهذا لا ينافي أن تأمر بالعرف، ولكن خذهما معا، فإذا أخذتهما معا استطعت حينئذ أن تأمر بالمعروف دون أن تحول أمرك بالمعروف إلى خصومة مع أحد، ولكن ستبقى خصومة الشيطان، خصومة لا يزيلها أحد، خصومة وعداء لك من قبل أن تولد. وهذا الشيطان له نزغات، فسوف يحاول أن يؤز الجاهلين في أن يتعرضوا لك، في أن تجهلك جهلهم، وأن تنزل عن مكارم الأخلاق التي من المفترض أن تتخلق بها ابتداء ثم تدعو الناس إليها ثانية. فهؤلاء متى عشعش الشيطان في قلوبهم، وهم ليسوا عموم العصاة بالمناسبة، فإن عموم العصاة يبقى عندهم حب لله ورسوله، ومن ثم متى وجدوا من ينصحهم نصيحة شعروا فيها بالرفق، شعروا فيها بالتواضع، وليس بأن الناصح يجعل من نفسه كما يقولون وكأنه هو الذي سيحاسبهم أو غير ذلك، فإن هذه النصيحة غالبا ما تدخل إلى قلوبهم،
فإما أن يعملوا بها أو على الأقل تقع من قلوبهم موقعا أن هذا لم يرد إلا نصيحتنا. ولكن سيبقى هناك أناس قد تشيطنوا حتى وإن لم يكن يفعل المعصية، فإنه يريد أن يعوق الدعاء إلى الخير من أول الرسل فمن بعدهم. فهؤلاء الذين سماهم الله عز وجل بالجاهلين ماذا سيفعلون؟ سيسبون ويشتمون ويسخرون ويشغبون على الحجج والبراهين لكي ننتقل من معركة البناء إلى هذه المعركة، وإذا ما انتقلت إليها فسوف تفقد هويتك، فسوف تكون إنسانا آخر، فسوف تخسر وقتك وجهدك الذي ينبغي أن يتوجه إلى البناء. متى قبلت أن تستدرج إلى معركة الجهل ورفعت شعار ألا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، فسوف يسب بإشارة أو إيماء، فإن أومأت مثل إيمائه فسوف يصرح، فإن صرحت مثل تصريحه فسوف يغلظ، فإذ بك قد تحولت إلى شيء غير الذي تأمر به، إذ بك تقول ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، وأنت منشغل ليل نهار بمعركة ألا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، فأنت تسب وتشتم والناس لا يجلسون أمامك على مدار 24 ساعة لكي يروا أيكم الفعل وأيكم رد الفعل. والذي يأتي إليك إلى مسجدك أو يستمع إليك في قناتك هو ابتداء راغب في الخير، فلماذا تنقل إليه شتائم الشاتمين وتهكم المتهكمين ثم ترد بنفس أسلوبهم فكأن الذي أتاك لم يجد منك إلا سبا وشتما؟ ولذا كان تمام هذا وأعرض عن الجاهلين، لا تستدرج إلى معركة خاسرة بكل المقاييس، لأنها تأخذ منك وقتك، تأخذ منك جهدك، تجعلك تخرج من الثوب العظيم الذي ينبغي أن يكون فيه من يدعو إلى الخير وترتدي ثوبا آخر تظنه رداء مؤقتا، ولكن ذلك المؤقت يتحول إلى رداء دائم، لأنهم لن يسكتوا ولأنهم يحصلون بذلك ما يريدون، لا سيما إذا اختلطت الأوراق وأنت لا تعرف من أين تأتي السهام، ولا نعرف من أين حال من تلبس بشبهة، ممن تلبس بشهوة، ممن غاضه الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، فلا يبقى حينئذ إلا التمسك بثوابت ذلك الدين والإعراض. الإعراض، وهذا ما أمر الله عز وجل به في غير ما موضع وأثنى به على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صار على نهجهم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قالوا سلاما أي سلموا عليهم، أنتم تشتمون ونحن نرد عليكم بالقول الحسن، أو قالوا سلاما إن أردتم منا جهلا كجهلكم فقد سلمنا الله من هذا، فنحن لا نريد أن نخوض معركة السب والشتم والبذاءة والبذاءة المضادة. قد يأتي البعض إلى مواطن نادرة فيجعلها أصلا، فإذا يأتي مثلا في أمر في معركة حربية، ومعروف أن المعركة الحربية
يعني كل فريق يريد أن يقتل الطرف الآخر، ولا يوجد مجال للنصيحة، النصيحة تكون قبل القتال، ولا يصل الأمر إلى القتال إلا بعد استنفاذ ذلك الأمر غاية الاستنفاذ، ولا يوجد مجال للإعراض، لأنك متى أعرضت عنه فلن يعرض هو عنك. فإذا كان هناك من يتقاتل بالسيف ويرفع كل أحد على الآخر سيفه، ثم حدث في طيات تلك ذلك القتال أو تلك المبارزة مبارزة قولية وإن كان فيها شيء من الشتم أو السب، فهذه ظروف المعركة، هي آليات من آليات القتال لمن يعتدي وبلغ الأمر مبلغه. وأما أن يتحول هذا إلى سنة أو طريقة أو عادة، فمتى إذن سيوجد الدعوة، ومتى إذن سيوجد حسن الخلق، ومتى إذن سيوجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. البعض إذا ما قلنا أننا نعيش معركة فكرية ممتدة استصحب وكأننا نعيش معركة عسكرية، فيريد أن يستجلب قواعد المعارك العسكرية في المعارك الفكرية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن، والذي بعث ليتمم صالح الأخلاق، والذي عفى عمن تآمر عليه مؤامرة ثابتة، ومن دس له السم في الطعام، ومن قال له كذا وكذا في مجمع من أصحابه، ألم تكن هذه المعركة المستمرة من الشيطان وحزبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فواجهها بحسن الخلق، وواجهها باللين، وواجهها بالعفو، مع بيان حدود الله عز وجل، ومع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن لا مجال إلى أن نتصور أننا في معركة حربية. وإذا تصورت هذا، لا سيما في واقعنا المعاصر، خسرت أفدح خسارة، لأننا في مجتمع يدين بالإسلام، في مجتمع عصاته جديرين بما قاله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الرجل الذي كان كثيرا ما يؤتى به في الخمر، إنه يحب الله ورسوله. هذا ما نلمسه من هؤلاء. إذن لا يبقى إلا بذل الجهد في حسن التوضيح وإزالة الشبهة وتضييق أبواب الشهوة، فينصلح أحوال كثير منهم بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا جاءك ثلة من الجاهلين فاستدرجوك إلى معركة سب وشتم وبذاءة، ولن توجهها إلا إلى هؤلاء المقبلين القابلين لأن يقبلوا الدعوة إلى الخير والحق، لأن الذي استفذك استفذك هو في برجه العاجي، وإذا وجد منك الشتم ازداد سرورا وانشراحا وأعاد نشره مرات ومرات، فيظن من أنت تريد أن تأخذ بأيديهم، ومن تريد أن تجعلهم يعودون إلى ما يؤمنون به ويطبقون ما يعترقونه من شرع الله تبارك وتعالى، ظنوك توجه الشتم لهم، وظنوك توجه السب لهم، أو على الأقل قالوا كيف نسمع لمن هذا ديدنه السب والشتم. ثم إن السب والشتم يبلغ درجة يكون فيها كذبا وبهتانا وقذفا، وكل هذه جرائم لا تجوز حتى مع هؤلاء الجاهلين. أمرت بالإعراض عنهم، وإن جاز لك أن ترد فلا يجوز أن ترد بكذب، ولا أن تتهم عرض أحد بقال وقيل. وهذا مما من الكوارث التي ألمت بنا في ذلك الزمان، أن نجد من ينتسب إلى العلم والدعوة وهو لا يدري، وهو لا يدري حدود الله التي يأمر بها، فينتقل القضية من مجرد أنه استدرج إلى معركة شتمية بثائية
إلى أن يتضمن الأمر جرائم يعاقب عليها في شرع الله تبارك وتعالى. إذن إذا كنا بالفعل صادقين في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اتباع ذلك الشرع، فإن الله تبارك وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأمرنا من بعده خذوا العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه، وأقول قولي هذا استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الأخلاق الجامعة التي يفسر كل منها الآخر ويقيد كل منها الآخر، فإذا اجتمعت وائتلفت صارت قانونا يسير عليه من يريد أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى ومن يريد أن يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، على العبد أن يتخلق وأن يأمر الناس جميعا وأن ينصح الجميع في أن يتعامل مع الناس برفق ولين، وأن يقبل منهم ما يطيقونه، وأن يتسامح فيما زاد على ذلك وإن كان هذا من حقه. وهذا لا ينبغي أن يخل بأنه ينبغي أن يغضب إذا انتهكت حرمات الله تبارك وتعالى، وأنه ينبغي أن يبين المعروف وأن يبين المنكر فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأنه ينبغي في ذلك أن يحاول قدر الإمكان أن يكون أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر عاما متجردا عن الأعيان والوقائع، فيبين المعروف وحسنه ويبين المنكر وذمه دون أن يشير إلى فاعليه، حتى وإن كان غرض بيانه هو الإشارة إلى معين، فإنه لو أشار إلى الأوصاف فإن ذلك يكون أرجى لذلك المعين لكي يقبل النصيحة، وأرجى له في أن يعود ويتوب إلى الله تبارك وتعالى، وأبعد عن شبهة أن يتحول هذا إلى خصومة شخصية. فإذا كان ولا بد من الكلام على معين أو حضر ذلك المعين، فإنه ينبغي أن تحترم آدميته وتحترم إنسانيته، وأن يبالغ قدر الإمكان في أن يخاطب قلبه وعقله في أن يقبل دعوة الحق وأن يأتمر بالمعروف وأن ينتهي عن المنكر. وحتى ولو كان الأمر أمام الحاكم في جريمة شرعية تقدر عليها عقوبة، فإنه تؤدى العقوبة دونما سب أو شتم أو بذاءة أو نحو ذلك، وأن هذا الخلق لا ليس اختياريا. وإن وجد هؤلاء الجهال الذين سوف يستدرجون الناس جميعا والدعاء إلى الله خصوصا إلى معركة جاهلية، فينبغي أن يقابلوا بالإعراض. ولكن الشيطان من ورائهم، وهو يريد أن ينقلك من البناء إلى ذلك الانشغال بذلك الهدم، يريد أن ينقلك من الساحة الرئيسية التي تنفعك عند الله تبارك وتعالى، وإن لم يستجب لك أحد فيكفي أنك التزمت السنة واتبعت الشرع، إلى تلك الساحة البعيدة عن شرع الله تبارك وتعالى. فسوف يدخل الشيطان بنزغات ينزغها، إلى أننا كيف نسكت والإسلام يسب، كيف نسكت والشريعة تمتهن، كيف نسكت إلى غير ذلك. إذن فلنواجه، ولا ينبغي قط أن يسكت عن شيء من هذا، وإنما ينبغي أن نبذل غاية جهدنا في إزالة الشبهات التي يثيرها من يثيرها، بكل أدب وبكل طريقة تصل إلى القلوب والعقول. وينبغي أن نبذل جميع جهدنا في تضييق أبواب الشهوات التي يفتحها شياطين الجن والإنس أمام الناس، حتى يقعوا فيها فيكونون في خصومة مع شريعتهم ومع الدعاة إليها.
ولكن الحذر في أن الشيطان سوف يصور لك أن العلاج الناجع هو أن تبادل هؤلاء شتما بشتم وسبا بسب، وأن هذا هو الانتصار لدين الله تبارك وتعالى. فاعلم أن هذا نزغ من الشيطان. انظر هذا بعدما قال الله تبارك وتعالى وأعرض عن الجاهلين، بيّن أن هذه القضية بالذات صعبة على النفوس، وأن هذا مدخل رئيسي من مداخل الشيطان. فإذا وجدت ذلك الهاجس فاعلم أنه نزغة من نزغات الشيطان. إذا وجدت أن في أنه يعتمل في داخلك رغبة في أن ألا تعرض عن الجاهلين، وليس ألا تأمر بالعرف، أنت في سياق واحد مأمور خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فإن وجدت أي مخالفة لهذه الثلاثة فهو من نزغات الشياطين. إن وجدت أنه يعتمل في داخلك أن تتشدد فيما تطالب به الناس من حقوقك وأنك لك عليهم حقوق كذا وكذا وكذا، وإذا وجدت أن في داخلك أن تترك الأمر بالمعروف أو أن تسكت عن المنكرات، وإذا وجدت أن في داخلك أنه ينبغي أن تخوض في معركة مع الجاهلين، ليست معركة بيان المعروف وبيان المنكر ولكن معركة السب والشتم، فاعلم أن هذا من نزغات الشيطان. فإذا ما وجدت في نفسك نزغة من نزغات الشيطان، وذكر ذلك بعد هذه الأوامر تعني إذا وجدت في نفسك رغبة في أن تخالف أحد هذه الأوامر الثلاثة لا سيما الأخيرة منها فإنه أقرب مذكور قبل ذكر نزغات الشيطان، فاعلم أن هذا من نزغات الشياطين. وما الحل في كل نزغات الشياطين؟ فاستعذ بالله، إنه سميع عليم، يسمع ويرى ويعلم. وهذا مما نحتاج دائما أن نتذكره، نحن لا نخوض المعارك بسواعدنا ولا بعقولنا ولا بألسنتنا. والبعض يتوهم حينما يمن الله عز وجل علينا، فتجد مثلا معركة حول مرجعية الشريعة وظفت فيها مليارات الجنيهات، وأنت لا تملك إلا منابر إعلامية لا تكاد تسمع صوتا، ثم تجد أن بفضل الله تبارك وتعالى كما قال قائلهم ما نفعله على مدار الأسبوع كله في كل منابرنا الإعلامية تهدمه خطبة جمعة. هل هذه الخطبة يعني ماذا فعلت هذه الخطب؟ بقدر الله تبارك وتعالى. فإذا طالما أن معك السميع العليم، طالما أنك اعتصمت بحبله وبشرعه، فلا تنشغل كثيرا بماذا نفعل لهؤلاء وإلى متى سنتركهم، لا قبل لك بهم، افعل ما يجبه عليك الشرع، والله عز وجل يقدر ما يشاء. لا تخرج عن الشرع ظنا بأنك لو كنت أملك قنوات لقنواتهم لأعرضت عنهم، وأنت لا تملك. نعم، ماذا تملك؟ تملك منبرا صغيرا قل عليه الحق، تملك أن تكتب كلمة قلها، تملك من أن تحتك بجيرانك وزملائك قله، والأمر كله بيد الله عز وجل، هو سميع عليم بصير، يعلم أحوال المطيعين وأحوال العصاة والقلوب بين إصبعين من أصابعه، ويعلم أحوال هؤلاء المجرمين ويعلم أحوال هؤلاء الجاهلين، ومتى شاء هدى من شاء عز وجل. ينبغي أن يكون غرضك أن تلتزم شرع الله تبارك وتعالى، ولا يعقل أن أقول أنا في طريقي إلى دعوة الناس إلى الشرع بينما أنا لا ألتزم به في طريقة الدعوة إلى ذلك الشرع. هي دعوة نكررها لجميع من يحب الخير وجميع من يريد أن يساهم في بناء هذا الخير، أسلكه بالطريقة الشرعية وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى سنته بأسرها كيف واجه هذا الجهل بالعفو وحسن الخلق والسماحة
وإياك أن تظن أننا في معركة حربية، فنحن في نعم في معركة، معركة فكرية طويلة المدى، عامة الناس بإذن الله تبارك وتعالى يقبلون الخير، فلا تجعل القلة التي لا تقبله تستدرجك إلى أن تبتعد عن أن تتعلم الخير وأن تعمل به وأن تدعو إليه. هذا هو السبيل، متى التزمنا به فإننا بإذن الله تبارك وتعالى من يلتزم به يلقى الله عز وجل. وقد أعد للسؤال جوابا من أنه علم العلم وعمل به ودعا إليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن الحق حقا نرزقنا اتباعه، اللهم أن الحق حقا نرزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا اللهم المتقين إماما، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا، ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.